السلام عليكم الدراري ومرحبا بكم تاني. جينا لكم مع فيديو جديده اللي غادي تكون عباره على واحد لا فيديو اونترينمون تدريب. اللي غادي نوريكم اليوم هو لونترينمون ديالي انايا في لا بيريود ديال لا ماس او لا بيريود اللي تنعمر فيها المشكل. هادشي اللي كنترين. دونك هاد الحلقه هادي غادي تكون خصيصا للجهه ديال الكتف والتريسبس. دونك هاد لي زيكزيرسيس او التمارين اللي غادي ندير انا هنايا ماشي هما اللي كاينين. دونك كاين بزاف 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 ديال الحركات من غير هادو اللي بغيت ندير وبزاف ديال الطرق ديال التاديه ديال هاد الحركات. دونك انا هادي هي الطريقه اللي تجيني يعني مناسبه للجسم ديالي او للكور ديالي، لانني ديما تنحاول نبدا بلي زيكزيرسيس اللي تيتوشيو لي بوين فيبل ديالي. نتوما حاولوا تاخذوا لي زيكزيرسيس اللي عجبوكم، حاولوا تاخذوا لي زيكزيرسيس اللي بغيتوكم بلايص اخرين، وحاولوا تيلابوريو اولا تصاوبوا واحد البروغرام سبيسيال ليكم نتوما لي بوين فيبل ديالكم ولا العضلات ديالكم اللي ناقصه شويه. دونك انايا كيما غادي تشوفوا هنايا غادي نبدا ديما بلي زيكزيرسيس اللي تيسوليسيتيو لي موسكل اللي ناقصين عندي. اوكي دونك نبقاو معكم وندوزو معكم لا ديمونستراسيون ورجعوا معكم من بعد. دونك مرحبا بكم الدراري تاني. دونك هنايا جينا لا ديمونستراسيون ديال لونترينمون ديالنا. دونك كيما قلت لكم انا تنبدا ديما باللاتيرال. انا شخصيا تنبدا باللاتيرال. دونك تمشي اربعه ديال لي سيري 12 ريبيتيسيون حتى ل 15 ريبيتيسيون. اللاتيرال هو واحد ليكزارسيس اللي هو مهم جدا للكتف. دونك هادي واحد يعني بلاصه جهه اخرى كنحاول ناخذ ديما جوج ديال الجوايع في التصويره باش يبان لكم. دونك لي لاتيرو مهمين جدا للكتف، تعرضوا الكتف وتعطيو واحد الشكل اللي هو جمالي تيكملوا ديك الصوره اللي هي 3 دي ديال الكتف. دونك ديما تندخلهم ديما ضروريين في لونطريمون ديالي. ندوزو لهنايا ديفلوبي ميليتير. دونك لو ديفلوبي ميليتير اهم 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 والبيزيك اكزرسيس ديال الكتف اللي تعرف كلشي. دونك هذا تي سوليسيتي الكتف اللي هما اونتيريور دونك القدام ديال الكتف، شويه ديال الترابيز، شويه ديال الجناب. دونك حاول الدار ديالك يكون مسرح، حاول الكود ديالك يكونوا خارجين وطلع على حد كتفك. دونك طلع بشويه وحاول ما ينزلش تقل بزاف على ظهرك. داكشي اللي قلت لك هنايا، قلت لكم بقاو مسرحين ظهركم. دونك هذه بلاصه اخرى تقلت الموفمون باش يبان لكم مزيان. دونك ديما حتى هو غادي يمشي به 4 ريبيتيسيون 4 سيري باردون 12 ريبيتيسيون 15 ريبيتيسيون. دونك لو ديفلوبي ميليتير حتى هو من اهم ليزيرسيس اللي ندخل في لونطريمون ديالي اللي مهمين جدا للعضله ديال الكتف. حاولوا ديما تخدموا لي موفمون ديالكم اللي تنصح به ديما هو بشويه باش تحسوا بالموفمون، تحسوا بلا كونتراكسيون ديال الموسكل وتلقاو نتائج ايجابيه. لانه الزربه 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 والموفمون ما تيدارش مزيان صافو غيا وما غاديش تلقاو النتائج اللي هما مزيانين. هنايا كما تشوفوا لي ديلتويد بوستيريور. دونك هذا هو لورد الكتاف، هذا حتى هو تيكمل الجماليه ديال الكتاف. اهم اكزرسيس تاعنا تعتبره من اهم ليزيكزارسيس. دونك كما قلت لكم في لا بريزونطاسيون ولا لا 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 يعني المقدمه، انا تندير ديما الحركات اللي عندي بوان فيبل فيهم في الجسم ديالي. دونك هذا واحد الحركه اللي هي مهمه جدا، تا ندير فيها 4 سيري ديال 12 حتى 15 ريبيتيسيون لانه عندي نقص شويه في العضله ديال الكتف. دونك حاولوا ديروا لانكليني ان بون لي هو انكليني باش يعني الصدر ديالكم يكون يعني بلا ومسرح ومقاد وسوليسيتيو اللور ديال الكتف. سمحوا لي دونك نمروا لقدام ديال قدام ديال الكتف اللي هي الحركه هذه اللي يعني تنفضل انا نديرها بليزالتير. يمكن لكم ديروها بلا بار ولا بلا كورد. دونك هذه كتسوليسيتي حتى هي لي ديلتويد اونتيريور. دونك قدام ديال الكتف هذه ان اونغل اخر باش يبان لكم موفمون كي داير. دونك حاولوا نخدموا بشويه، تنديروا 3 ريبيتيسيون ديال 3 سيري باردون ديال 15 ريبيتيسيون. تعطي واحد الشكل متناسق ما بين الصدر والقدام ديال الكتف. دونك حنايا كما تشوفوا سوليسيتينا ب 4 اكزرسيس لونسومبل ديال لي زيبول. هنايا غادي ننتقلوا للتريسبس. دونك التريسبس هي واحد العضله ديال ثلاثيه الرؤوس. دونك هذا اهم والبيزيك كما تنقولوا لا باز ديال التريسبس اللي تعرف العالم كله. دونك لا بار جهه الجبهه ديالك كتسوليسيتي معظم يعني معظم الرؤوس ديال التريسبس. دونك انا تندير فيها 4 سيري حتى هي ديما تنحاول نبدا بها لا سيونس ديالي، وديما لي زيكزارسيس دو باز تركز على 4 ديال لي ريبيتيسيون من 12 حتى ل 15.
أربعة ديال السيري باردون من 12 حتى ل 15 ريبيتيسيون. سمحوا لي تيتخلطوا لي لي ريبيتيسيون مع لي سيري، باسكو بعض المرات تيخصني نزرب باش نجيب الهضره ديريكت مع لا فيديو مع لا ديمونستراسيون. دونك انا حاولوا تخدموا بشويه، حاولوا لي كود ديالكم يكونوا مجموعين ما يكونوش محلولين باش تسوليسيتيو لي تريسيرش مزيان. حاولوا ما تقلوش، هذه واحد النصيحه، حاولوا ما تقلوش باش ما تخرجوش على لي كود ديالكم، لان تقلت عليك لي كود. اوكي دونك هذه ان اونغل اخر باش يبان لكم الموفمون. دونك حاولوا تخدموا بشويه، تحسوا بالعضله، زيدوا تقل بشويه بشويه، تقل لي ما تتحسوش به ليبر، وتتحسوا بانكم غادي تبقاو تهزوا وما تتحسوا بحتى يعني فعاليه. حطوه وعاودوا نقصوا الثقل، وعاودوا ركزوا على لا كونتراكسيون لا كونجيستيون ديال الميسكل. اوكي نمروا يعني لاكورد. لاكورد هو واحد الاكزرسيس اللي هو تيكمل وتعطي تيكمل يعني التمارين ديال التريسبس ديالك، وتعطي واحد الاطاله اللي هي يعني رائعه للعضله. دونك تنحاول انايا يعني تكون تنحاول نهبط يديا مزيان، نخدم شويه كما تشوفوا هنايا، نحاول نهبط يديا حتى 100% باش تكون الاطاله ويعني ليكزرسيس يقيس لو ماكسيموم ديال لي فيبر موسكولير اللي كاينين في الجهه ديال التريسبس. دونك تندير فيه توا 4 سيري ديال 12 ريبيتيسيون 15 ريبيتيسيون، او تنساليو الحصه ديالنا كما تشوفوا بلالتيغ لور. دونك هذا انغل اخر، انغل اخر تنحاول في التريسبس تمشي على 3 ديال لي زونغل، واحد من مورا يعني من مورا راسي، واحد جيت يعني الجبهه ديالي اونغل اللي هو مضيق، ولا كورت كما تشوفوا هذاك راه اكزرسيس تنكملوا به. دونك كما قلنا سابقا كنحاولوا نديروا 3 ريبيتيسيون ديال 12 3 سيري ديال 12 ريبيتيسيون باردون. دونك انا تنحاول ديما نسالي يعني الحصه ديالي بهذا لو موفمون، لانه تيقوا بها الدراري تعطي كونتراكسيون مزيانه. دونك نتمنى ان الفيديو عجبتكم، نتمنىكم انكم تفعلوا معنا في الكومنتير وتقولوا لنا الراي ديالكم. نشوفكم في حلقه اخرى، وتهلاو ليا في راسكم، وشكرا على المتابعه ديالكم. تشاو.